السلام عليكم. الناس اللي باقي ما تطلعوش على حصيلة وزارة التجهيز والنقل خاصكم تعرفوا بأن الحصيلة جد مهمة وكتكلم على رأسها بالأرقام. واش في خباركم بأن الاستثمارات في مجال الطرق ارتفعت ما بين 2017 و 2021 إلى 42 مليار درهم مقابل 33 مليار درهم ما بين 2012 و 2016، وتم فتح 461 كيلومتر من الطرق السريعة أمام حركة المرور خلال نفس الفترة، وارتفع طول طرق السيارة من 1437 كيلومتر أواخر سنة 2011 ووصل حاليا ل 1800 كيلومتر، وبالتالي 70% من ساكنة المغرب ولت مرتبطة مباشرة بالشبكة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب. وتزادت وتيرة بناء السدود الكبرى من 3 ديال السدود الكبرى كل سنة إلى التزام بناء 5 ديال السدود الكبرى كل سنة، ونزيدكم 9 ديال السدود الكبرى اللي تبناو خلال الفترة ما بين 2018 و 2020، وتبنى كذلك 20 سد من السدود الصغرى والمتوسطة، وتم الرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي حتى وصل ل 97.8% سنة 2020 في أفق تحقيق نسبة التزويد 98.3% في نهاية 2021.